السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جبتكم لهذا الموقع الاثري ايومينيوم، يعني بلاصه اثريه بامتياز، بلاصه بزاف شابه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ونقول لكم اللي راكم تشوفوا في لا فيديو تاعي دعموا لاشين تاعنا، خلوا لي بتي لايك. بسم الله نبداو ان شاء الله الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. ايومينيوم هو الاسم القديم من الفترة الرومانية لمدينة تيكزيرد التي تعني بالأمازيغية الجزيرة، والتي تقع شمال الساحل البحر الأبيض المتوسط على بعد حوالي 120 كيلومتر من شرق الجزائر العاصمة، وعلى بعد حوالي 30 كيلومتر شمال مدينة تيزي وزو، وهي منطقة القبائل الكبرى. وتعتبر مدينة تيكزيرد من المدن الواقعة على الشريط الساحلي الجزائري. المدينة حديثة النشأة، تاريخ بنائها يعود إلى نهاية القرن التاسع عشر حوالي سنة 1881. ويعتبر هذا الموقع المتحفظ على الحضارة القديمة لا سيما الحضارة الرومانية، فموقعها الاستراتيجي الذي يمزج بين الجبال والبحر جلب إليها الرومان فأقاموا معسكرا فيها، وحيث استغلوا الموقع في مجالات عديدة ومن بينها المجال الاقتصادي والعسكري وحتى في المجال الأمني. Attention.
شهدت مدينة تيكزيرت كباقي المدن الأثرية عدة مراحل حضارية وتاريخية متفاوتة الأهمية، وهذا وفق المخلفات الأثرية. ومن خلال التسمية الرومانية للمدينة إيومينيوم، يلاحظ أن أصلها يعود إلى الفترة الفينيقية حسب المختصين في علم الآثار. وتتوفر هذه المدينة على عدة مواقع أثرية جعلت منها مقصدا للسياح والمتنزهين الباحثين عن الراحة والاستجمام. ويعود تاريخ المدينة إلى القرن الثاني ميلادي، وسجلت أول الأبحاث الأثرية فيها مع نهاية القرن التاسع عشر. ومن بين المعالم التي حظيت بعناية كبيرة من طرف الباحثين يوجد معلم المعبد الروماني والكنيسة المسيحية والحصن البيزنطي وضريح المدينة تقسبت والمباني الرومانية المباني البيزنطية، وهي مباني جد متشابكة. ويعتبر هذا المكان المفضل للعائلات للاستمتاع بجماله، حيث يفضل بعض العائلات فصل الربيع لقضاء عطلتها لتستمتع بالتنزه في هذه المدينة الرومانية المطلة على البحر واكتشاف آثارها المتنوعة التي خلفتها شتى الحضارات والتي تعاقبت عليها والتي سجلت مرورها من هنا. وفي الاخير نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاعنا اليوم وتكونوا استفدتوا منه، ونتمنى ان شاء الله كاع يتك تزوروا البلاصه هذه بيسكو بلاصه يعني تستاهل تزوروها. الوغ نقول لكم ويد عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي بتي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايين. دمتم اوفياء وتبقاو على خير.